يعتبر السفير لاماي هالينا المدير العام السابق للإدارة العامة لمراسم الدولة من الوجوه المألوفة والبارزة في أروقة رئاسة الجمهورية، فعلى مدار 13 عاما كرس السفير لاماي هالينا وقته وجهده في خدمة الإدارة العامة لمراسم الدولة، وتقديرا لما قدمه من خدمة قام رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو بتكريمه ومنحه وسام استحقاق الضابط الأكبر للنظام الوطني، وذلك في حفل أقيم بقصر توماي، حيث قلد رئيس الجمهورية شخصيا السفير لاماي هالينا الوسام بحضور بعض معاونيه. السفير لاماي هالينا منون لا ريبوبليك دي تشاد يا منون بروب دو زيليف على دينيتي دي غراند اوفيسيه دو لورد ناسيونال دي تشاد. السفير لاماي هالينا الذي عين مؤخرا سفيرا للتشاد في الصين أعرب عن شكره العميق لرئيس الجمهورية على هذه الترقية، وأكد أن التكريم سيشجعه على بذل المزيد في هذا المجال الذي يتطلب التضحية والاستعداد الدائم والولاء التام. وفي خضم اعتزازه وفخره بهذا التكريم، أشار السفير لاماي هالينا إلى أن تفكيره في هذه اللحظة التي يكرم فيها يذهب إلى مشير تشاد الراحل، وعن مهمته الجديدة كسفير لتشاد في الصين، قال السفير لاماي هالينا إنه سيسعى إلى تمثيل البلاد خير التمثيل من أجل تطوير مستوى العلاقات بين البلدين وإعطائها دفعة جديدة.